فيكم حبيبنا الحلوين بمشوار جديد. مشوارنا اليوم هو في جرش. جرش من أهم الأماكن السياحية في الأردن بعد المدينة الوردية البتراء. شو جابكم هون؟ يعني كيف بدنا نيجي مثلا؟ بجرينا. يعني احنا هلا انت عليك تصوير واحنا علينا نلف ونشم الهواء. يعني انت بتتعبي واحنا قاعدين بنضحك. يا سلام. بس يعني خلص يلا باي. خلص باي باي. يلا روحي كاملي تصوير احنا طالعين. في البوابة الجنوبية بوابة فيلادلفيا، بنيت حوالي في القرن الثاني الميلادي ودمرت 286 ميلادي فترة الحروب. تسمى ساحة الندوة وهي بيضاوية الشكل وهي محاطة بأعمدة يونانية. كانت هذه الساحة السوق الرئيسي للمدينة. جرش مدينة ألف عمود ومعظمها في شارع الأعمدة المنبلط من الجانبين، وهو الشارع الرئيسي في المدينة الرومانية ويبلغ طوله 1 كيلومتر. قبل 2000 سنة كان هذا الشارع يمر عليه عربات الخيل. المكان اللي وأنا واقفة عليه هلأ كان أرصفة يمر عليه المشاة، والأحلى من هيك إنه هذا الممر كان يمشي عليه المشاة. شايفين المكان قديش كبير، بس انا ما قدرت اخلص مشوار اليوم. انتظروني بمشوار جديد لجرش.